في الضفدع أنا موجود، في الضرس أنا موجود، من أكون؟ من أكون؟ ضاد. نعم، حرف الضاد. مرحبا يا أصدقائي، هل تعرفون ما هذا الحرف؟ نعم، أحسنتم، إنه حرف الضاد. تعالوا معنا لنتعرف على مجموعة من الأشياء التي يوجد بها حرف الضاد. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم، أحسنتم، إنه ضفدع. كلمة ضفدع تبدأ بحرف الضاد. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم، أحسنتم، إنه ضابط. كلمة ضابط تبدأ بحرف الضاد. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم، أحسنتم، إنها بيضة. كلمة بيضة يوجد فيها حرف الضاد. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم، أحسنتم، إنها خضراوات. كلمة خضراوات يوجد بها حرف الضاد. أين يختبئ حرف الضاد؟ هيا يا أصدقائي، أين هو حرف الضاد؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، هذا هو حرف الضاد. انظروا يا أصدقائي، هذا هو حرف الضاد. لقد اختبأ حرف الضاد. في أي صندوق يوجد حرف الضاد؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، يوجد حرف الضاد في هذا الصندوق. أين مكان حرف الضاد؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، هذا هو مكان حرف الضاد. في الضفدع أنا موجود، في الضرس أنا موجود، من أكون؟ من أكون؟ ضاد. نعم، حرف الضاد. هيا يا أصدقائي لنكتب معا حرف الضاد. نكتب حرف الضاد هكذا. أحسنتم. هيا لنكتب حرف الضاد مرة أخرى. رائع، لقد تعلمنا كيف نكتب حرف الضاد. أحسنتم، ما هي الكلمة التي بها حرف الضاد يا أصدقائي؟ هيا يا شطار، ما هي الكلمة التي بها حرف الضاد؟ بسرعة يا أصدقائي. هل عرفتم؟ أحسنتم، أخضر، ضاد أخضر، ضاد أخضر. ما هي الكلمة التي بها حرف الضاد يا أصدقائي؟ هيا يا شطار،
ما هي الكلمة التي بها حرف الضاد؟ بسرعة يا أصدقائي. هل عرفتم؟ أحسنتم. أرض ضاد أرض ضاد أرض. ما هي الكلمة التي بها حرف الضاد يا أصدقائي؟ هيا يا شطار، ما هي الكلمة التي بها حرف الضاد؟ بسرعة يا أصدقائي. هل عرفتم؟ أحسنتم. ضابط ضاد ضابط ضاد ضابط. ما هي الكلمة التي بها حرف الضاد يا أصدقائي؟ هيا يا شطار، ما هي الكلمة التي بها حرف الضاد؟ بسرعة يا أصدقائي. هل عرفتم؟ أحسنتم. ضفدع ضاد ضفدع ضاد ضفدع. أخرى. كلنا نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نعم كلنا نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب أناشيد الروضة. هيا لنقرأ هذه الكلمة يا أصدقائي. با ط ها، با ط ت. بطة بطة. هل عرفتم ما هذه الكلمة يا أصدقائي؟ نعم أحسنتم، إنها كلمة بطة. هذا رائع بالفعل. هيا نتولى لصحة الأفضل. أهلا بكم أصدقائي الأطفال، العقل السليم في الجسم السليم. هيا نتدرب مع دبدوب وأصدقائه لكي نحافظ على صحة أجسامنا وقوتها. هل أنتم مستعدون لكي نبدأ التمارين؟ 3 2 1 هيا بنا. حسنا، قفوا في مكانكم وافعلوا مثل دبدوب. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 أحسنتم، لقد قمتم بعمل رائع أيها الأطفال الأبطال. تحدي الجوهرة. علينا أن نجمع كمية كافية من الطاقة حتى نحصل على الجوهرة. هل أنتم مستعدون لكي نحصل عليها؟ حسناً، هيا بنا. بنشاط بنشاط، هيا هيا يا شطار. بنشاط بنشاط، هيا هيا يا شطار. أحسنتم، عداد الطاقة يرتفع بسرعة أكبر. أنتم أبطال أقوياء.
لقد اقتربنا من الحصول على الجوهرة. أحسنتم، لقد قمتم بعمل رائع أيها الأطفال الأبطال. لا تنسوا الاستمرار في التمرين وجمع الجواهر الأخرى، ولا تنسوا مشاهدة الحلقات الأخرى. أنا نشيط وسأجمع الكثير من الجواهر، أنا وأصدقائي الأطفال. أصدقائي الأعزاء، لا تنسوا الضغط على اللايك، نتشرف بمتابعتكم ودعمكم لنا. نقول لكم من القلب شكرا لكم. كلنا نحب أناشيد الروضة.